بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو حمص يوم الثلاث، ومعانا قناه المواشي اليوم يوم 14/6/2022. وتعالوا نشوفوا اسعار الخرفان اللحم يا جماعه النهارده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. زي الحال يا حاج، تاجر ولا قناع؟ تاجر يا حاج. الله يقويك. تعرفوا باسمه؟ محمد مكرم السيد يا حاج. معلم محمد مكرم السيد، منين يا معلمي؟ ابو حمص. ابو حمص وتجار ابو حمص. بسم الله ما شاء الله، من عند المستشفى العام. الله اكبر. نعجه دي لحس؟ ايوه. كسر حي؟ لا، قفله جديد. قفله جديد، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. عامله كام الله يرحمها؟ 34 يا حاج. 34100. بسم الله ما شاء الله. دي بكام؟ 4500. بسم الله ما شاء الله، 4500. عندك فين؟ نعجه لحم انتهى يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا حاج. صباح الخير. اسعار اللحم ايه في ابو حمص النهارده؟ اللهم صل على النبي. رايح النهارده ان شاء الله. الله اكبر على الصلاه يا جماعه النهارده، اللهم صل على النبي. ولا شريف يا غلطه ولا بلا ما شاء الله. اما اللي يجيبوا ربنا فانا ماليش فيه ولا انت. كل في ناس بسم الله ما شاء الله. خدتها بكام والله صغير؟ ب 300 ب 13 ونص. 13100 و500 على 1350. بسم الله ما شاء الله. طب والنتايا الميزه دي؟ الميزه ديت عامله 545 ميزه انتهى يا جماعه جنيهات. بسم الله ما شاء الله. الله حلو يا اخويا. الله يبارك لك. طب معاك رقم تليفون لو حد عايز حاجه تواصل معاه؟ ماشي. 010 28 09 41 51. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم، بالله عليك تعمل معاه واجب. يعني موجود عندكم لحم ذكوره وانتهات برضه؟ عندنا كل حاجه. الله يبارك لك. العده ده بكام؟ العده ده ب 7200 برضه. اللهم صل على النبي. كام يا ابني؟ اسعار الضن ببلاش اهي. 7200. بسم الله ما شاء الله. اعطانا عم الرقم. الله يبارك. كل اللحم ده. بسم الله. الرقم يا عم. اللهم صل على الناس. صباحكم ابد ان شاء الله يا معلمي. الله اكبر. بص البرجه اهو. بسم الله ما شاء الله. كان عند الحاج خضر. الله اكبر. البرجه اهو. اللهم صل على النبي. عامله كام النعجه ده حاجه؟ 35 100. بسم الله ما شاء الله. جوز هاي. الله اكبر. كسره جوز هاي. كسره جوز. بسم الله ما شاء الله. البرجه هاي. يعني شغالين في اللحم على طول يا حاج؟ اللحم يا عم على طول. الله يبارك لك. طب رقم تليفونك؟ قالوا راهولك اهو. تبعه يعني؟ ماشي يا حاج. صباحكم ابيض ومتشكرين جدا. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلمي. كل سنه حضرتك طيب. اسعار الضان ايه النهارده؟ ماشي يا محمد. كل الله يقويك. بسم الله ما شاء الله. حاضر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. بص الكبش ب 4000. الكبش الذكر ب 4000. الكبش الذكر عند المعلم عمر رحمه ب 4000. المعلم عمر رحمه الله يبارك له ويقويه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. المعلم عمر. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا معلم عمر. صباح الفل. الاسعار عامل ايه في ابو حمص؟ طلب من ام صوت كده ما بيحكي. ليه يا معلم عمر بس؟ يا معلمي نزلتني على النت وانا خرب بيتي خرب. يعود ربنا عليك يا معلم عمر. حج رزق بالتاجي بتير في النعت تقيل. صباح الخير يا حج رزق. كل سنه طيب. حج رزق نوف. الله يبارك لك. اسعار الغنم ايه يا حج رزق النهارده؟ اللحم في سوق ابو حمص. والله الاسعار غاليه والحج رزق بيلعب 10 10. السوق مش حلو النهارده. الاسعار هبطانه يعني؟ والله الله يقويكم يعينكم. ها؟ الحمى الكلعيه. الحمى الكلعيه مبوظه الدنيا. هي جات لك غنم رخره؟ لا ما تخليش حاجه خالص. غنم ومعيز وكله؟ احنا بنقوله جت للبهايم بس، العجول ودول. ها؟ والغنم برضه. طب ايه عرضت عشان برضه تعرف المشاهد؟ عم رزق. ايوه. على طلب الكبش بقى اقل من 30000. يا عم الحمى الكلعيه مبوظه الدنيا. الكبش ب 30000. ده العجل ارخص منه يا حاج عمر. لا لا عند عمك رزق. الله يبارك لك. انفجر بس. طب رقمك عم رزق. يا عم رزق. يا عم رزق. اعراض الحمى الكلعيه بالنسبه للغنم بتبقى شكلها ايه؟ الغنم ما عندهاش حاجه يا حاج. البهايم بس. البهايم
عمك رزقه بيقول لي الغنم رخصة يا عم عمر. الغنم ما عندهاش حاجة. الغنم طبعا ربنا حافظها عشان سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يكرمك. الباب دي مفتوح. الله يكرمك. السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام الغنم يا جماعة سترت الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا ربنا حافظها وربنا يحفظ كل حاجة يا رب ويحفظنا جميعا. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. المعلم عمر يا جماعة زهقان النهاردة شكله غرمان. الله يقويه ويعينه. أنا مش عاد مش عارف أكلمه. اللهم صل على النبي. عندك لحمة ب 7000 جنيه. الله أكبر. نعجة لحم ب 7000. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي يا جماعة. الله أكبر. اللي هي بسم الله. الله يبارك لك. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. عاملة 7000. الله أكبر. طب الحول اللي قلت كبش عامل 75 100. كبش عامل 75 100. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله هو مصور ب 7000 جنيه. انا الكبش اللي هناك ب 7000. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. النهارده الله يبارك لك. كبش ب 7000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. صباح الفل. اللهم صل على النبي. مين؟ حاج حافظ. صباح الخير. الله يبارك له. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. كبش ضروبة يا جماعة. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. اللهم صل على النبي. ايوه يا عم عمر. بقول لك اللي ليه فلوس يصبر. اللي ليه فلوس يصبر طبعا. ما صبرش المركز مفتوح. المركز مفتوح. حاجة هنجيبه له منين؟ والله ربنا يستر يا عم عمر. الله يقويك ويعينك. عم حمدي صباح الخير. سوق اللحم عامل ايه في الغنم النادي؟ عندك كبش معمول كام يا محمد؟ 8000 جنيه. ايه لا انت عندك كبشك في الغنم معمول كام؟ 13000. 13000؟ ليه ميزانه قد ايه يا محمد؟ ميزانه 140. 140 كيلو. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. هتبيعه يا عم حمدي؟ ان شاء الله عمر. طب ما تدينا رقمك عشان حد يتواصل معاك يشتري منك. عمر روح عمر روح عمر مساح اللي رايح ياخده. ها؟ انت مساح اللي رايح ياخده. الله يبارك له يا حاج. تبع عم خير نعجة لحم. نعجة لحم. الله يسهل لكم الحال ويقويكم ويعينكم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله على الكبش. الله اكبر. 13000 دي. اللهم صل على النبي. فين هي؟ نجيبها. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على المال النهارده. الله اكبر. شكرين يا حاج عمر وصباحك ابيض ان شاء الله. الله يصلح حالكم. عليه الصلاة والسلام. عليا الطلاق اللي ليه جيني ان بعنا ما هو بعد العيد الكبير. ايوه. فرجت تفرج على الكل، ما فرجتش مركز مفتوح. الله يقويك يا حاج عمر وما تزهقش وخليها على الله وربنا يفرجها ان شاء الله. بلغ الناس بكده وبلغ الناس بكده. قول له عمر روح اقول كده. والكمال ماشي يا معلم عمر. المعلم عمر رحومه يا جماعه بيقول اللي ليه فلوس عنده ويصبر لبعد العيد عشان ما بحش ولا بيعه وزهقان يا جماعه. والحاج مش رايح. وما بتاكلوش حد. ما بتاكلوش حد والحاجه مش رايح. ولينا وعلينا. ليكم وعليكم. الله يقويك يا معلم عمر. ومش هتدينا حاجه. يا عم هيديك حقك بعد العيد. بعد العيد ربنا يسهل الحال. الله يقويك. حافظ بزق على النعب الالف. الله يبارك لك يا معلم. بسم الله ما شاء الله. ادينا رقم المعلم عمر. الله 012 046 76 77 088. اي حد يتواصل معاكم تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاه واجب. المعلم عمر حومة البطراوي ابو حمص وتجار الغنم التقيله يا جماعه. اللحم الضاني. بسم الله ما شاء الله. الله يصلح حالكم ان شاء الله يا جماعه ويصلح حال الجميع. اللهم امين. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اسيبكم في رعايه الله وامنه والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.